فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي. يقول: هل يؤخذ من هذا أن التردد من صفات الله عز وجل؟ يا أخي كمل الحديث حتى تعرف. يكره الموت وأكره مساءته، معنى تردد الله أنه يكره ما يكرهه عبده المؤمن ووليه. نعم، ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت، هذا تفسيرها، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. يقول الله جل وعلا: ولا بد له منه، أي من الموت. نعم.